الأسبوع الفارط كان حدث يعني جلال شهدته الساحة الأدبية، تمثل في وفاة صديقنا الأديب والشاعر القيرواني حسين القهواجي. وإحنا نعرف أن القيروان قلعة أدب معروفة من قبل، من قبل شعراء القيروان. توا احنا عندنا محمد الغزي، عندنا مصطفى الوهابي، هذوما شعراء يعني ما شاء الله. القيروان تقريبا المدينة الثانية اللي فيها بيت شعر بعد العاصمة. بيت شعر هذا ترأسه الأديبة جميل الماجد اللي هي أيضا قيروانية، ولكن الغريب أنها الإمارات ما ولدته، يعني الإمارات ما عملتش بيت شعر عندها، جاي تعمل عندنا احنا بارك الله فيها. دونك الحاجة اللي وقفت عندها هو أنه احنا بعد ما يموت المبدع يولي فيه العسل، يولي فيه برشا مآثر ومديح وما إلى ذلك. صحيح. أما كي يبدأ عايش ما يتلفت له حتى واحد. دونك نعرف وضعية حسين القهواجي لم تكن يعني وضعية حتى أقل حتى من العادية، لا يرحمه. كان من المفروض وزارة الثقافة أنها تنظر له كما نظرت لبعض المغنين والبنظافرين مغنين. احنا تجاوزنا، خرجنا من الحالة الإبداعية إلى الحالة الاجتماعية. أي. دونك ماذا بينا هيكل وماذا بينا قانون يقع تفعيله لإنقاذ يعني الفاعلين في الشأن الثقافي، لأنه عيب أنه واحد يموت تحت شارع، واحد يموت ما يلقاش حق فن، واحد يموت ما عندوش دار، واحد يموت هو معاق، واحد يموت ما عندوش كم يتعدوه من الناس. تما برشا الناس قدموا لتونس.